مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يومكم جميل وحالكم طيب. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج البيت. النهاردة هنتكلم معاكم في موضوع يمكن معظمنا مر بيه أو حس بيه، بل كلنا كمان، هو الشعور بالفقد والحزن اللي ممكن يصيبنا لما بنفقد شخص عزيز علينا، سواء بسبب الوفاة أو البعد الدائم اللي بيصل كمان لحد الفقد. الشعور الصعب ده في مننا كتير جدا بيقدر ان هو يتعامل معاه، بس في ناس تانية لا. كل شخص بيكون على حسب طبيعة تحمله لضغوط الحياة والمواقف الصعبة اللي بتمر عليه. في مننا اللي بيتخطى الألم النفسي بقى بالصبر والإيمان ومحاولة التعايش مع الأمر، وفي اللي بيفضل تحت تأثير الصدمة وإنكار اللي بيحصل. كاميرا قناة الناس وبرنامج البيت نزلت سألت الناس عن رأيها في الشعور بالفقد وكان إيه تصرفهم حياله. خلونا كده تعالوا نشوف الناس قالت إيه ونرجع تاني. اكتر حد فعلا وحشني ونفسي اشوفه بجد تيتا وماما الله يرحمها. اكتر حد مفتقده في حياتي ونفسي اشوفه جدتي الله يرحمها. ماما الله يرحمها يعني. والله والدي ووالدتي واخواتي. امي دي كانت حاجه جميله قوي في حياتي. افتقدت الدنيا كلها لما انا افتقدت امي بصراحه. والله والدتي دي اكتر واحده في الدنيا انا مفتقدتها في حياتي ونفسي نقول لها ان انت وحشتيني وحشتيني بشكل غير عادي. اكتر انسان افتقدته في حياتي وبتمنى ان هو يرجع والدي الله يرحمه. مامتي متوفيه بقى لها 3 سنين. مفتقداها جدا في حياتي. اكتر حد نفسي اشوفه واقول له وحشني مفتقدك في حياتي هي والدتي الله يرحمها. انا مفتقدتها لان هي الحنان، هي الام اللي مش هتتعوض باي حال من الاحوال، عشان هي كانت قريبه مني قوي، كانت صديقتي واختي وصاحبتي وكانت كل حاجه في حياتي يعني. بتلمينا بتلمي العيله كلها. كانت حد حنين، كان لما تشوفيها تحس ان الدنيا لسه بخير. والدتي هي المعايا، هي الحياه، هي الام، هي كل حاجه في الدنيا بالنسبه لي. هي كانت صاحبتي واختي كانت اقرب حد ليا يعني في الدنيا. حاجات كتير ببقى عايز احكي لها عنها اكلمها فيها، ما عادش يقدر يفيدني فيها او يسمعني زي ما هي بتسمعني، كانت دايما بتسمعني بقلبها مش بعقلها. زي ما شفنا كده الناس اللي يعني قدر يتخطى الالم وفي اللي لا. طيب ازاي نقدر نتجاوز عن الالم النفسي ده ويكون عندنا صبر وعزيمه عشان نقدر نتخلص من الشعور ده؟ معنا على التليفون دكتور هاشم بحري، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك، شرفتي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الشعور بالفقد يعني بيكون قد ايه صعب زي ما شفنا طبعا راي الناس، ازاي نقدر نتخلص منه يا دكتور؟ يعني محتاجين نسمع كده من حضرتك مجموعه نصايح. هو دايما بيقولوا الكلام سهل، بس على الاقل نقدر يعني نسمع حاجات نفتكرها كده واحنا في الشعور ده نسيطر على الحاله اللي بتجينا يعني. هو احنا عندنا طبعا في حاجه حقيقيه وهو الفقد، يعني محدش يقدر ينكر انه حتى لو انا سبت الشغلانه بتاعتي، فلوس راحت مني، حد سافر، حد ربنا خده، يعني كل دي حاجات كلها بتقول اني انا بقيت وحيد او ان انا مفتقد شيء ما. طب فالشعور ده هو حقيقي يعني، ما حدش يقدر يقول انه يعني انا لا مش هحسه. لا هتحسه طبعا. طب لكن الفكره بتاعتها انه ربنا عاملها ليها نتيجه. يعني في الاول انا بنكر انه فلان اتوفى، مش ممكن يكون اتوفى، مش ممكن يكون سافر وسابني. فهنا بتبقى الحدوته انه انا باخذ الصدمه الاولى وما بصدقهاش. بالظبط. بعدها بشويه يقول لك السكينه سرقاني، دايما نقول أيوة المصطلح ده. بالظبط. اللي هي بقى الناس اللي هي الحكايه بتاعتها بتطول. يعني ان هو يقول مش معقول ان هو يكون جرى له حاجة وكمان ينكر إن ممكن يحصل له أي حاجة. يعني يبدأ مرحلة الإنكار. بعدها مثلا تلاقي حد عنده حالة مثلا وفاة لا قدر الله، يقول لك إيه مثلا، أنا حاسة إنه جوزي رجله ماشية في الصالة بره. بحس بيه. ده بيبقوا بيسموها الهلوسة. يا خبر. بعد كده بيجي الترميز بقى، معلقين الصور بتاعته على الحيطة. ويتكلموا معاه. بالظبط. الاغرب بقى ان العادات دي كلها والخمسان اللي بنعملها كلنا ما
لغايه ما نوصل لل 40. ايه بقى الغرض من ال 40 ده؟ ان هو اول وقت الانسان يبدا في التعود على الحياه الطبيعيه. مره ثانيه. بعد فقدان الشخص ده. بقى عشان كده الفراعنه لما عملوا ال 40 كانوا عاملين بجد، كانوا عارفين ان هو ده النقاط اللي احنا بنرجع فيه مره ثانيه للحياه العامه. سبحان الله. ونرجع الوقت هو اكتر حاجه دي بتعدي الازمة. لكن بالزبط. علشان يعني الواحد قدامه بقى في الفقدان حاجتين، يعني من قطع عمل ابن ادم الا مثلا من ابن صالح يدعو له، يبقى دعائنا للناس اللي يسابونا احنا كده على تواصل معاهم، فاحنا ما افتقدناهمش ولا حاجه. بالظبط احنا لسه قريبين منهم. ثاني حاجه ان هو كل اللي اتكلموا مع حضرتك وقالوا احنا مفتقدين امهاتنا، انتوا كل ما هتعملوا حاجه حلوه في حياتكم ما ده فخر ليهم هم. بيحسوا بينا يا دكتور، بيحسوا. طبعا طبعا طبعا. ما في تواصل، ما دليل ان احنا لما بندعيلهم بيوصل لهم الدعوه، بتروح لهم طبعا. بتروح لهم طبعا. وبالتالي هم كمان بيكونوا يعني حاسين انا ببقى فخور قدام نفسي اذا انا حققت حلمي وحلم اهلي. بالظبط. ففي حاجات كتيره بتخلينا طبعا موجوعين، لكن العادي ان احنا واحنا بنتوجع، يعني انا همثلها لك بحاجه بسيطه قوي. جميل. يعني وانت مثلا عامله عزومه عندك في البيت وبتطبخي، وانت بتعرفي تطبخي الاول ولا لا؟ طبعا الحمد لله. طب برافو عليك. عشان نعرف ناكل. صح. فهي الفكره كلها انك وانت مثلا بتعملي عزومه او حاجه، بعد الناس ما تمشي تلاقي لك مدفوعه. صح، ما بكونش حاسه وقتها فعلا. لانك انت يعني مشغوله قوي بحاجه بتعمليها مبسوطه بيها، ففي وجع لكن مش حاسس بالوجع. طب عايز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور بعد اذنك، يعني الاستمرار في الشعور، يعني ممكن نقول ايه ال 40 خلاص عدى، لا ده كمان في ناس بتستمر في الشعور ده لفترات طويله. ده بيعتبر يعني نعتبره قله ايمان ولا ايه؟ لا 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 لا. هو في عندنا حاجه اللي اسمها كده بالعربي الحزن لفقدان عزيز. في ناس بيخلصوا على ال 40، وفي ناس الحكايه بتطول معاهم لانه مش عايز يصدق، مش عايز. خلاص انكار. مش علشان قله ايمان، ضعف شخصيه. نفسيا هو خايف يواجه الدنيا لوحده. بالظبط. وبيفضل عايش في الوهم بتاع لا ده ما حدش يقول انه مات، ما حدش يقول انه بعت، سيبوني عايش في ان هو معايا. أيوة. ان انا ما افتقدتوش. أيوة. بالظبط. طيب امتى احس بقى ان انا يعني لا ده انا محتاج ان انا اروح للدكتور، لطبيب نفسي يساعدني في ان انا اخرج من الشعور ده طالما انا مش قادر اخرج منه لوحدي؟ في النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتيها دلوقتي، ان يمد يعني تمر الشهر شهر ونص، ندي لنفسنا وقت يعني. ايوه. وافضل لسه مزنوق في الحته دي هي. فهنا بيجوا لي في العياده طبعا بيبقوا في ناس عندها انهيارات وحاجات كده ومتطول. فمع العلاج الدوائي البسيط وتدعيم الشخصيه، ودي اللي عليها 90% من العلاج، بيقفوا على رجليهم وبيعدوا على طول. يا رب. يعني دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا. بقول لكم ايه بقى، تعالوا ننسى الحزن والفقد وندخل بقى كده على حاجه مبهجه شويه، يعني تخرجنا من المود ده. هنطلع لفاصل ونرجع تاني علشان موضوع بجد يعني بتمنى ان هو ان شاء الله يعجبكم وتعيشوا فيه الاجواء الحلوه اللي هنشوفها بعد الفاصل. أسوان عنوان الجمال والأصالة، عروس الجنوب. تاريخها بيبدأ من زمان، من أيام الدولة الفرعونية، وعشان كده بنقول إن أسوان من أقدم المدن المصرية، وكانت هي حلقة الوصل بين مصر ودول أفريقيا. تاريخ أسوان كله بطولات وأدوار مشرفة، ومش بس كده، دي كنز حضارات، حضارة نوبية وفرعونية ورومانية وعربية كمان، وده اللي خلى أسوان تبقى من أهم المدن السياحية في العالم كله، ويجي لها الناس من كل مكان عشان يستمتعوا ويشوفوا بنفسهم جمالها وتاريخها. هتلاقي في أسوان جزيرة الفنتين ومعابد فيلة
ومعبد أبو سمبل وإدفو ومعبد كومومبو والمسلة الناقصة ومقابر النبلاء والمتحف النوبي وجزيرة غرب سهيل وجزيرة النباتات وخزان أسوان والسد العالي وبحيرة ناصر، ده غير أن أسوان أصلاً مشهورة بالسياحة العلاجية. لو هنتكلم عن أسوان يبقى هنقول الشهامة والجدعنة والأصالة، ما هي أصل دي جينات المصريين، وعشان كده بيقولوا عن أهل أسوان إنهم شبه النيل في الكرم والسخاء. هتلاقي كمان إن البيت الأسواني بتحكمه عادات وتقاليد مختلفة شوية عن أي مكان. العادات دي مش بس في الأفراح، كل مناسباتهم بيضيفوا ليها طابع خاص بيهم. أحد الشعراء لما جه يوصف أسوان قال: عجبي على بلدي أنا وسلام، على اللي كتب أسوان اختار حروفها بنغم فيها الجمال ألوان. يعني الله على الجمال بجد، أنا بعشق أسوان، ومين فينا ما بيعشقش البلد الجميلة دي اللي ناسها زي السكر. بتمر السنين وبتغير الزمان، لكن دايما بتبقى عادات وتقاليد القبائل الأصيلة في أسوان زي ما هي، بلد الجمال والطيبة، بيشبهوا النيل في كرمه وسخائه، بيتميزوا بكرمهم ببهجتهم بطيبتهم. أهل أسوان والبيت الأسواني ليهم طابع خاص، وأفراحهم كمان مميزة جدا، وكل تفاصيلهم مش بس كده، يعني دول كمان بيبتكروا تفانين خاصة بيهم مستمدة طبعا من نشأتهم على ضفاف النيل الجميل والخضرة الممتدة عندهم والصحراء الساحرة. النهاردة معاكم في حلقة خاصة جدا ورحلة بقى من البيت الأسواني اللي كله جمال، هنعرف أكتر عن عاداتهم تقاليدهم، الملابس اللي بتميزهم، كمان المطبخ الأسواني ليه بيكون طابع مميز جدا. الحقيقة تفاصيل كتير جدا هنعيش بقى معاكم النهاردة وهنعرفها من ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ عادل منيب مؤسس مبادرة نحمي تراثنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ عادل. والجميلة بقى يعني هتحسوا كده ببهجة أستاذة ناهد محمد، عضو النادي النوبي لنشر الثقافة التراثية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذة ناهد؟ أنا مش عارفة أقول إيه، أنا مش عارفة أتكلم عن جمال أسوان وحلاوة أسوان والناس اللي زي السكر، بس تعالوا كده، في سؤال دايما بنقعد نقول إيه، أسوان بلد الذهب، بلاد الذهب، ليه المصطلح ده بيتقال على أسوان؟ هو مصطلح بلاد الذهب لأن طبيعة القبائل اللي كانوا عايشين يعني في أسوان، وبالخصوص يعني من الناحية الأقدمية، هم القبائل النوبيين، لأن النوبيين كانوا معروفين بالذهب. بالذهب. لأن كان الجنوب، لأن يعني حضرتك اللي هو أسوان أصلاً فيها مناجم الذهب، بس ذهب قشري. كل ما ننزل للجنوب فعلاً. فطبعاً الطبيعة طبعاً بتاعت العادات والتقاليد إن المرأة بتبقى الذهب وبيبقى يعني الحلي بتاعها من الذهب، فسمونا بلاد الذهب. الله. استاذه ناهد انا مش عارفه انت يعني لابسه بقى الوان حلوه، انا عايزه اعرف عشان اللبس ده، وبعدين انت مطقمه مع الدكتور يعني يا استاذ عادل الاخضر، نتكلمنا في الالوان الاخضر بقى، انا عايزاكي تكلميني عن اللبس الحلو اللي انت لابساه ده الاول. الاول اول حاجه الزي ده اسمه الجرجور، ده الزي اسمه ايه؟ الجرجور. الجرجار. اللي هو الزي النوبي اصلا. الزي النوبي الاصلي. تمام. والاكسسوارز دي برضو طبعا الزي يعني كلها من التراث النوبي. جميل. بالنسبه بقى للالوان الاخضر ده احنا قلنا الاخضر ملك الالوان، الزرع والاصفر بالنسبه لنا بيمثل الرمله، والازرق بيمثل بالنسبه لنا النيل، فدايما تلاقي الثلاث الوان دول موجودين معانا في كل حاجه، على البيوت، على جدار البيوت، في كل حاجه موجودين معانا. طيب دايما البيت الاسواني كده نقول ايه، واخد من كل الجمال، يعني عنده كل حاجه، بيبقى عامل ازاي البيت الاسواني؟ هو شو، انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني اسوان كانترناشونال كان اسمها بلاد الجمال الرباني طبعا. فالمؤسسه المبادره عندنا كنا قدمنا مقترح لليونسكو ان زي ما الاقصر فيها ثلث اثار العالم، اسوان فيها ثلث ثقافات العالم بما تتمتع به من تعدديه ثقافيه، النوبيين وحضاراتهم، قبائل العبابده والبشريه، ودول قبائل اصلا ليهم في العمق الافريقي، ليهم عاداتهم وتقاليدهم مختلفه طبعا. تماما. للقبائل العربيه اللي هي مهاجره في الفتح الاسلامي، ليهم برضو عاداتهم وتقاليدهم. الى التمثيل التعايش
الجميل اللي هو دير الأنبا سمعان، لأن زمان أصلا كان الحجيج بيجي من دول المغرب العربي وبيعدي على الدير ده، بيستقبلهم الرهبان بالأكل والشرب ويوصلوهم، وبعد كده يروحوا على سواكن السودانية، لأن الحج زمان كان بيعدي من أسوان وبعد كده يروحوا سواكن السودانية وبعد كده يطلعوا على شبه الجزيرة الحج يعني. فأسوان ليها، وفعلا اليونسكو دخلوا أسوان من ضمن 10 دول 10 مدن على مستوى العالم اللي هي مدينة التراث العالمي. فهتلاقي في ثقافة كده مختلفة، يعني النوبيين مثلا العادات والتقاليد بتاعتهم، الرقصات الشعبية بتاعتهم متاخدة من النخيل، عشان النخل لما بيجي عليه هواء النخلة بتروح وتيجي، فهتلاقي ايه الرقصات النوبية بتاعتنا في الأفراح بتبقى كده. القبائل التانية مثلا اللي هم العبابدة والبشرية، دول بيبقى دايما بالسيوف، عشان دايما هم عندهم موضوع السيوف، ان لازم يبقى مبارزة ما بين العريس، لازم يطلع يبارز ويعمل كده بعض الرقصات الخاصة بيه. وطبعا القبائل العربية طبعا اللي هو التحطيب والحاجات الخاصة بالشعبيات. فأسوان هتلاقي فيها تعددية ثقافية متنوعة، في حرف بقى يدوية، في كل الكالتشر اللي هو موجود بالقبائل اللي موجودة في محافظة أسوان. هنمسك كل حاجة كده تلاقش. أستاذة ناهد بقى، أنا عايزك تقولي لي يعني لا اللبس اللي انت بقى لابساه ده ليه اكيد هناك عندكم يعني عادات او طرق معينه لتفصيل اللبس والالوان، زي ما احنا اتكلمنا الاخضر ليه دلاله، الازرق ليه دلاله، والاصفر نفس القصه. لو تكلمين عن اللبس يعني الجرجار، هو الجرجار ده بيكون قماشه شفافه يعني فيها رسومات نقوشات كده شفافه، وبتلبس بقى تحتها اي لون، وبيكون بالطبيعي يعني الجرجار من ورا اطول من قدام شويه، جاي من النوبي جرجر يعني وراكي عشان ايه دلوقتي اللي ماشي يعني انت ماشي رايحه في حته لا بيمسح الخطوات من وراكي، محدش يعرف انت رايحه فين. لا بجد يعني ده الهدف منه، ده الهدف منه ان هو ما يعملش ما يبينش خطوات يعني الست وهي ماشيه ما انا قلت لك بيجرجر وراك ايوه بيجرجر عشان يداري يداري الخطوات اللي هي الست وهي ماشيه ده بالنسبه للجرجار. بالنسبه بقى للاكسسوار في لبس تاني غير الجرجار ولا يعني ده الزي الرسمي عندكم؟ ده الزي الرسمي، وفي زي تاني اسمه الشجه، دي بتكون بيضه الشجه عامله زي التوب كده شويه بس بيضه دي عشان طبعا حراره الشمس بالظبط كده ما تحسش بالحر بالظبط كده. وبالنسبه للاكسسوارات بقى في اكسسوارات للبنات وفي اكسسوارات لل انا لابسه ابيض النهارده عشان نبقى بنكمل الالوان. في اكسسوارات بقى للبنات وفي اكسسوارات للمدامات. للمدامات ايه وايه؟ طب اشرحيها زي مثلا الوشم دوت ده بتاع اتجوزت تلبس الوشم ده عادي البنات ده الوشم اللي هو بيبقى الحلق من المناخير لغايه ودنك يعني جميل. والرصة اللي هي على الراس دي معناها ان انت كده متزوجة مدام. طيب والبنت بقى؟ البنت بقى عادي الاكسسوارات العادية الحاجات اللي هي الغوايش والحاجات العادية طب وليه بتستمدوا برضو الاكسسوارز بتاعتكم دي من ايه؟ يعني بتعملوها مستوحاة من ايه؟ بتعملوها الخامة بتاعتها؟ الخامة بتاعتها ذهب، بس ده. طبعا دلوقتي بالنسبة لأسعار الذهب بيتعمل زيهم برضو اكسسوارات، بس اكسسوار يعني بس برضو بياخد نفس لون الذهب مستمد بقى من الهلال، وجواها زي نقوشات فرعونيه ده لازم النقوشات الفرعونيه دي جوه الرسومات نفسها جوه الهلال نقوشات فرعونيه معموله زي حفر زي الحفر تمام. احنا في الحقيقه انتوا اكيد يعني عندكم في حرف كتير من المشغولات كتير في كتير يعني حاجات كتيره هنتعرف بقى عليها، بس استاذنكم واستاذن مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم رحلتنا لبلاد الذهب. برحب بحضراتكم مره تانية وبرحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو. نرجع بقى للاستاذ عادل منيب، مؤسس مبادره نحمي تراثنا. انا عجباني قوي يعني اسم المبادره جميله، بتديني ايحاء بايه؟ احنا طبعا الاجيال كل ما جيل ورا جيل
تحس ان احنا الى حد ما بنفقد جزء من هويتنا او بننسى عادات وتقاليد جدودنا كانوا ماشيين عليها. فتعالى نتكلم عن العادات والتقاليد، الثقافه، هل كل ده الغرض منه ايه في المؤسسه؟ التراث، العادات، التقاليد، الحاجات اللي احنا مش عايزين نفقدها، يعني وتكلمنا اكتر عن المؤسسه. هو البدايه كانت 2016 لما فخامه الرئيس اعلن عام الشباب، ففكرنا احنا مجموعه من شباب اسوان ان احنا نعمل اول فاونديشن في مصر خاص بحمايه التراث، لان اغلبيه الاستنباط التراثي اللي بيبقى موجود في مصر بيبقى نابع من منظمات يعني على حسب الكالتشر اللي هي عايزاه. فاحنا قلنا ان احنا نعمل المؤسسه بتاعتنا دي ويبقى مجموعه الشباب اللي من اسوان احنا اللي نعبر عن حمايه تراثنا اللي موجود في محافظه اسوان. فبالفعل جينا قدمنا مقترح لليونسكو ان احنا، لان اسوان كانترناشونال ما كانتش متوصفه حاجه، يعني شرم الشيخ كرسمي كيونسكو متوصفه مدينه السلام العالمي، الاقصر متوصفه مدينه الحضاره العالميه، انما اسوان ما كانتش ليها اي توصيف. فبالفعل قدمنا مقترح لمنظمه اليونسكو، كان ساعتها كانوا عاملين حمله اسمها متحدون مع التراث، كانت ليلى علو هي مبعوث التراث المصري. فقدمنا المقترح بتاعنا اللي قلنا زي ما الأقصر فيها تلت آثار العالم أسوان، فقالوا لنا طب إيه اللي عندكم؟ فنزلنا بقى إحنا مجموعة الشباب صورنا أقدم مكان في مصر اللي هو سوق الجمال، ونزلنا للنوبيين عملنا العادات والتقاليد بتاعتهم، ونزلنا للعباب دول البشريه وعملنا حصر كامل بكل حصر الثقافات اللي موجوده وتسجيل ليه. فاليونسكو وافق وقال خلاص اوكي، واسوان دخلت مدينه الابداع والتراث العالمي. بعد كده فكرنا في حاجه تاني، قلنا طيب احنا دلوقتي اسوان احنا البوابه الجنوبيه لافريقيا، وهي الدبلوماسيه النعمه للمسجن اللي ما بين اسوان وافريقيا. طبعا. فقدمنا مقترح لصندوق تحيا مصر، وانا بشكرهم من خلال منبركم يعني ان هو وقفوا معانا جدا. وعملنا أول مهرجان أفريقي عالمي اسمه مهرجان حرف وفنون النيل، عملناه في متحف النيل، جبنا 9 سفراء من دول حوض النيل، وجبنا الطلاب اللي كانوا موجودين. فالسفارات قالت لنا احنا هنجيب لكم الفرق والحاجات كلها من أفريقيا، قلنا لهم لا احنا عايزين الطلاب الأفارقة اللي موجودين في دول حوض النيل اللي بيدرسوا في الجامعات المصرية، فجبناهم. ابتدى بقى كل، عملنا بوث لكل دولة أفريقية، وبوث لكل ثقافة موجودة في محافظة أسوان. بوث للنوبيين عبارة عن شقين، الشق الكنزي والشق الفيزيكاوي، لأن النوبة منقسمة شقين في اللهجة الكنزية واللهجة الفيجيكاوية. فيجيكاوية لهجات، بس هو يعني هو كان زمان اصلا النوبي كان بيتكتب زي الهولوغريفي، فمع مع التدور يعني الزمن وكده، فبقى بقى كلام من غير كتابة، فجبنا لهم بوث ليهم. بعد كده العباب دول البشرية جبنا لهم بوث مع الأفارقة، وكان حاجه جميله جدا يعني. واعلنا من ساعتها ان اصله كان في، جبنا اكبر فرقه جاز في المانيا، واخترنا موسيقى الجاز لان الجاز قريب جدا من الثقافه السلم الخماسي اللي هو دايما يستخدم في الجنوب. بالظبط كده. وعملنا ميرج بقى ما بين الصوفي والنوبي تعالى بقى ده انا عايزه اخد منك بقى، تعالى يعني استاذ ناهد الافراح بقى، انا عايزه ندخل كده جوه البيت الاسواني، يعني انا عايزه اعرف منك شكل البيت عباره بيبقى فيه ايه جوه، ايه الحاجات اللي ممكن نلاقيها متعلقه على الحيطه، بتاكلوا في ايه؟ انا كمان شايفه مع حضرتك يعني بعض الادوات الجميله، لو تشرحي لنا بقى وتقولي لنا ايه استخداماتها في البيت النوبي او الاسواني. بصي، هي المراه في البيت طبعا هي تعتبر ايه يعني، انا حاساها مروحه صح؟ يعني بالتعاون مع الرجل بيتية، بتعمل كل حاجه في البيت وكل حاجه يعتبر بايديها، مش بتجيب حاجه من بره. يعني حتى الادوات المستخدمه انتوا اللي بتصنعوها في حاجات. طبعا في يعني اكتر حاجات احنا بنعملها بالشغل هو اليدوي والكلام ده، ديت بتتعمل من خيط الصوف والجريد بتاع النخل. الراجل بقى يجيب للست الجريد، والست بقى تفضل بقى توظفه بقى في حاجات كتير بقى، حاجه زي كده تعملها مروحه وتتحط كديكوريشن في البيت، بتتعلق كده بتتعلق كديكور. ودي برده نفس دي برده نفس الحكايه، برضو ديكور في البيت. دي اوعى تقولي مضربه دبان. لا 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 لا, لا ديكور، دي ديكور. وبالنسبه للطبق النوبي بقى ده معانا في كل حاجه بقى في البيت، برضو بقى بيتعمل من الصوف وبيتعمل من الجريد، بس الجريد النخل بيتحط بقى عليه في البيت البسكوت ده الكرج، ده اللي بيتقال الكرج. ايوه طبق الكرج. طبق الكرج ايوه.
بيتعمل من في منه بيتعمل من الجريد بس, وفي بيتعمل من الجريد وفي صوف, والالوان طبعا معانا في كل حاجه. فبيتعمل بيتزين بيه يعني بيتزين بيه, يتحط بنحط جوه الفشار في الافراح والملبس والبلح والحاجات اللي زي كده في الافراح. وفي العادي بيتحط عليه الاكل, وفي منه بيتعمل غطيان مثلا, حد حط حاجه بتحب تغطي احجام بقى مختلفه واشكال مختلفه. انتوا مشهورين بموضوع قصه اعاده التدوير يعني تمام. ازاي بقى اشرحيها لنا كده, يعني بتعملوا ايه في الصعف بتاع النخل والحاجات دي؟ ما هو الصعف بتاع النخل ده داخل في حاجات كتير اللي هي الهوايات والحاجات التزيين والديكورات بتاعه البيت. كل الجريد بتلوينه على الخيوط بيدخل معانا في كل حاجه في البيت. والاطباق دي طبعا موجوده معانا باحجام واشكال. والاول اصلا كان بيتعمل منها تتعلق كده عامله زي النجفه. عشان طبعا الاول ما كانش فيه ثلاجات ولا حاجات زي كده. طبعا البيوت الاساس معموله زي قبه وفيها فتحات بتدخل تهويه للبيت. بيتعمل من برده من زي الكرش ده, بس بيتعمل بيتعلق كده في السقف, بيتحط فيه الاكل ماشي, بحيث ان هو يبقى معرض للهواء, بحيث ان هو حتى لو فضل موجود في الـ في الـ في اسمه موجود في المكان ده ما يبصش ولا اي حاجه, لان طبعا اللي هي من الحر يعني او الرطوبه بيحافظ عليه, بيحافظ عليه ان هو يبوظ يعني. جميل. طيب ارجع لاستاذ عادل, العادات والتقاليد في البيت. بما احنا بنتكلم على البيت النوبي والبيت الاسواني, ايه اكتر القيم اللي دايما البيت النوبي حريص ان هو تكون بين الزوج والزوجه, يعلمها للاولاد؟ ايه دايما العادات والتقاليد اللي بتحرصوا دايما ان هي تكون متواجده ما بينكم؟ هو احنا في عادات وتقاليد يعني شامله لكل المجتمع الاسواني بصفه عامه, وهو الاحترام المتبادل. ان الزوجين يعني يبقوا متعاونين مع بعض. لان ده بيبقى منعكس اصلا على التربيه الخاصه بالمجتمع بتاعنا. بالظبط. المناسبات حتى لما في يعني ناس من اسوان عايشين في القاهره, الجمعيات اللي هي الخاصه بكل مجتمع موجود في القاهره بيحافظ برضو على نفس العادات والتقاليد. في الاعياد, العيد الكبير ليه طقوسه, العيد الصغير ليه طقوسه, الافراح ليها طقوسها. لازم تلتزم, لازم نلتزم. حاجه اسمها بكل بكل بقى الثقافات المختلفه في محافظه اسوان هي واحده. والله تتعلموا تخرجوا بره تروحوا هنا, احنا في عندنا عادات وتقاليد هنلتزم بيها. ده بيحافظ على الهويه طبعا. هو زمان كان كل مجتمع كان خاص بالزواج, يعني كان خاص بمجتمعه. انما بعد التعايش اللي حصل ما بيننا وما بين الثقافات اللي موجوده في محافظه اسوان, بقى في نسب يعني ما بين النوبه وما بين الجعفره, ما بين العبابده وما بين البشريه, بقى في نسب عام. لان كلنا اتحدنا على حاجه واحده, وهو العادات والتقاليد بتاعتنا اللي هو الاحترام المتبادل. الزيارات الافراح والمناسبات, سواء المناسبات الحزينه او المناسبات او الافراح وكده. فده يعني هو ده السبب الاساسي يعني الترابط. طيب انت كويس ان انت قلت الترابط الاسري. يعني في نسب بتتقال ان نسب الطلاق في اسوان طبعا يعني الله اكبر عندكم قليله جدا جدا جدا, ده نتيجه الترابط الاسري. يعني لو تكلمنا عن الموضوع ده, ايه اللي وصل ان يبقى عندنا نسب الطلاق فعلا قليله؟ في عندنا وعي, الاسره عندها وعي بالحفاظ على البيت, بالحفاظ على ان احنا نحافظ على الاسره ان هي تبقى موجوده. يعني تكلمنا على موضوع الترابط ده, بتوصلوا ليه ازاي؟ هو البدايه هو الاختيار, الاختيار الصح. وحريه الاختيار للزوجه او الزوج. يعني مش يعني انا بتكلم على مجتمع بتاع اسوان, ما فيش حاجه اسمها لا هتتجوزي ابن عمك او هتتجوز, لا ما فيش الكلام ده. المهم ان في طبعا السؤال والعداد, لان كلنا اوضه وصاله اصلا, كله عارف بعضه. فخلاص فلان هيتقدم لفلان, طب رايك ايه؟ تمام خلاص, تمام مفيش اي مشكله. يبقى اول نقطه الاختيار الصح. ولما بيكون في مشكله بيتدخل بقى الاب, بيتدخل بقى الام, بيتدخل بقى العم. مثلا مشكله كبيره بيبقى المجلس عام, طب انتوا زعلان ليه, طب انت زعلانه ليه؟ عشان كده ما بيبقاش عندنا يعني موضوع الطلاق ده كتير يعني. ربنا ما يجيب طلاق ان شاء الله. ما شاء الله, لا قوه الا بالله, مش هنحسد. طيب ارجع بقى للاستاذه ناهد. بصي انا بحب اكلمك عن الحاجات الايه الحلوه دي الجميله المبهجه. يعني تعالي كده, بما اننا اتكلمنا على الزواج والاختيار الصح, تقولي لي بقى عادات وتقاليد الافراح عندكم بتبقى ازاي؟ يعني اكيد مثلا تعالي نبدا من الحنه,
الراجل اليوم بتاع الحنة بقى ازاي، الست ايه اللي بيحصل في الجو الفرح عموما؟ اصلا من اول ما بيبتدي يتحدد الفرح البيت بقى بيبقى فيه فرح، بيبقى فيه فرح. عندنا فرح يوم بقى فيه يعني من اول ما يبتدي الفرح يبتدوا بقى اول حاجه بيبتدوا ينزلوا يعزموا العريس، بياخد اصحابه وبياخد عربيات وبيبتدي ينزل بقى كل بلاد النوبه، يبتدي يعزم كل بلد ينزل فيها يعزمها ويعزم الناس بتوعها. يبتدوا بعد كده بقى الشباب يعملوا للعريس الحنة. حنة بالنسبه بقى لحنه العروسه طبعا بتكون في بيتها برضو طبعا برسومات بقى الحنه على الحاجات على دي مشهوره اصلا بالحنه والروايح طبعا بتاعه العروسه والحاجات من دي، وتبتدي بقى اليوم الطقوس بتاعه الحنه بتبتدي بالعريس بيجي ياخد العروسه من بيتها. الاول كانوا بيروحوا النيل بيباركوا طبعا بالنيل، وبعد كده بيرجعوا بقى يعملوا الطقوس بقى موجوده اللي في البيت. بيتعمل طبعا ساعه الفرح بيتعمل في البيت بسكوت وشعريه وحاجات كتير جدا، دي بقى من ضمن المأكولات اللي بتتعمل في الافراح. في الافراح الله، بسكوت وكحك والحاجات دي كلها دي بتتقدم لكل الضيوف اللي موجودين. طب كاتب الكتاب بقى ايه اللي بيحصل فيه بما انه يعني خاص بالراجل شويه؟ كاتب الكتاب في اسوان بيبقى ليه طقوس خاصه ولا يعني زي مثلا عندنا كده وخلاص؟ هو بيبقى واحد يعني ما فيش مشكله، بس فيش احنا بنزود فيه بقى كل الثقافه موجوده في محافظه اسوان. هو أيوة. واحد طبعا بنتقابل كلنا في سواء المسجد او المنظره العامه للقبيله او الثقافه اللي موجوده. بس كل واحد بقى بيختلف، يعني النوبيين مثلا بيبقى احنا بعد ما خلاص بنعمل كتب الكتاب بتاعنا بيبقى بقى الشاي بحليب بتاعنا والبسكوت بتاعنا والحاجات الله. دي أيوة. وفي بعض القبائل الثانيه زي العبابده والبشريه بقى الحاجات بتاعتهم اللي خاصه بالحاجات النخل اللي بيعملوها، البلح والحاجات الخاصه يعني بثقافتهم. هو بس الموضوع المأكولات هي اللي بتختلف والمشروبات من قبيله لقبيله. يعني برضو بالنسبه لحضرتك موضوع رسالة تدوير المخلفات هو يعني انتوا مشهورين ما شاء الله قوي بالموضوع ده، والفاونديشن عندنا برضو احنا الموضوع ده، اصل احنا الجزئيه في ازاي يبقى في تطوير وتثبيت للهويه وفصل ما بين ثقافة لثقافة. لثقافة صح. يعني مثلا المجتمع النوبي لما بيجي مثلا موسم البلح فطبعا الرجالة بينزلوا البلح، فبينزل بقى الشوائب بتاعت النخل، بتاعت النخل وكده، فبيتاخد منها بعض الحاجات، بيتعمل حاجة اسمها الأنجارية اللي هو السرير نفسه. لا عيد الاسم كده تاني. أنجارية ده اللي هو السرير نفسه بتاع البيت بيتعمل منه والليف الحاجات الشور اللي هو الاطباق في قبائل بقى التانيين بتوع العبابده والبشريه الموضوع مختلف، ان هم اصلا في رعايه الاغنام اكتر. فلما بيكون في عندهم ذبح بقى بياخدوا الجلود دي بيتعمل منها بقى الدروع بتاعت السيوف بتاعتهم الخاصه بعاداتهم وتقاليدهم، بيتعمل فيها بعض الخيام اللي هم مثلا بيبتدوا يعملوها وبيدونا احنا كقبائل النوبيين يعني بصفه عامه بناخد الحاجات بتاعت الماعز دي وبيتعمل عليها الطار اللي هو الاداه الموسيقيه اللي بتخص في الحاجات دي. فهتلاقي كل مكان وليه حاجته الخاصه بتدوير المخلفات بتاعته. بالظبط جميل. استاذه ناهد كأم بقى بتربي اولادك ازاي في البيت؟ ايه العادات والتقاليد بتاعتكم والقيم اللي بتغرزيها في اولادك وعايزاهم ان هم يطلعوا بيها؟ بتبقي في البيت عامله ازاي؟ في البيت يعني عادي زي كل ام، بس طبعا اهم حاجه عندنا العادات والتقاليد بتاعتنا. اهم حاجه الاحترام طبعا بقى من الزوج والزوجه طبعا، والاحترام الكبير وان انا يعني اي حد يعني انا بعلم ولادي كده ان اي حد كبير لازم كلمته تسمع وتتنفذ، بحيث ان طبعا طبعا اي حد كبير لازم كلمته تتسمع. يعني لازم انا طبعا اقول كلمه تتسمع، بابا يقول كلمه، لو انا مش موجوده ومقعدين مع جدتهم اي حاجه جدتهم تقولها خلاص تمام، مفيش نقاش ولا في كلام في حاجه زي كده. ودلوقتي بما اني بقى طبعا ان يعني العادات والتقاليد بتاعتنا ابتدت تقل شويه، احنا دلوقتي ابتدينا نعمل في الجمعيات ان احنا نجمع الولاد ونغرز فيهم الحاجات ديت عن طريق بنعرفهم العادات والتقاليد، المراسم والحاجات دي كلها بنعرفها لهم. احنا عاملين فريق كده اسمه
براعم شمس النوبة للأولاد، للبراعم بيجوا بنعلمهم اللغة وبنعلمهم العادات والتقاليد، بنعلمهم الطقوس بتاعة الأفراح والرقص والحاجات زي كده، بنعرفهم لأني طبعا بما أني الأجيال بتتطور وكده، فتحس أن العادات بتاعتنا ابتدت تقل، فإحنا حسينا أن العادات بتاعتنا ابتدت تقل شوية، فابتدينا بقى نغرسهم في الولاد الصغيرين عشان هم دول اللي هيكملوا المسيرة بعدين إن شاء الله وكده. فابتدينا بقى نعمل، فابتدينا في كل الجمعيات النوبية، جميل حلو، احنا 44 قرية نوبية، ابتدينا نعمل الحاجات ديت. ابتدينا نعمل طبعا الشغل ده كله معظمه كان في البلد قبل كده، دلوقتي برضو ابتدينا ندخله في الجمعيات هنا في القاهرة. الشغل اليدوي وكل الحرف اليدوية ابتدينا نرجع لها تاني هنا في الجامعات النوبية وفي النادي النوبي للنشر الثقافي. انا هاخد المروحة دي. عيني. اتفقنا؟ عيني. طبعا يعني استاذ عادل منيب مؤسس مبادرة نحمي تراثنا، بشكر حضرتك جدا على لقائك. استاذ ناهد محمد، عضو النادي النوبي لنشر الثقافة، النادي النوبي لنشر الثقافة، بشكرك جدا. وبجد قد ايه انت يعني اضفت لنا النهارده بهجة رائعة كده بلبسك والوانك الجميلة، وطبعا يعني بشكر حضراتكم جدا على المتابعة. وبجد مفيش احلى من بلد اسوان والنيل وشمسها والخضرة الجميلة، استغلوا الوقت كده في اجازة نص السنة طبعا، لان البلد بتبقى حر اكيد طبعا دلوقتي، يعني هي مشتى لطيف، استمتعوا بجمال بلادنا العظيمة، بلاد الذهب أسوان. دمتم في رعاية الله، وأشوفكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة من برنامج البيت.